بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم مثلة النعيم مسكنا من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم تزليل عينا وشرب بها المقربون رأيت الناس قد قالوا إلى من عنده مال ومن لم عنده مال فعنه الناس قد نالوا رأيت الناس مصطفى إلى من عنده فضة ومن لم عنده فضة فعنه الناس مصطفى رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لم عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا وتناقض الإيمان والإسلام هيا بنا مع كسب الخطاب وطيب الكلم حياه الطيبات اطلب علينا قاري جمهورية مصر العربية والمدير بسنه وتزويد القمع ومحافظة الشرقية قبيلة القاري الشيخ احمد محمود الدسوس سألين المولى عز وجل له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة Yeah.
Oh,
الصلاة والسلام. الله يكرمك حبيبي يا رب، الله يكرمك، الله يكرمك يا بي، الله يكرمك يا رب خليك. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم عليك يا مولانا، شوية هواء معانا، سمتها وبسيطة جدا.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة.